فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تزوجت بمهر وهو أن أقدم للزوجة تفسير ابن كثير رحمه الله، ثم قال لي أحد طلبة العلم إن هذا المهر لا يصح لأنه ليس له قيمة، فهل ما ذكره صحيح؟ كيف ليس له قيمة؟ تفسير ابن كثير ما له قيمة، هذا كلام جاهل ما هو كلام طالب علم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.